ازيكم يا جماعة؟ هنعمل ميك اب مع سالي ماي بيوتيفول سيستر. اوكي نبدأ بفاونديشن. ده ماك ستوديو فيكس فلويد اسمه، لونه NW44 للناس اللي دار تعرف. اوكي فاونديشن بعمله تحت العين في الجضون كده، في التي زون دي. معلش هسي ما ظاهرة الشاشة مقطوعة شوية، لكن بعد شوية هنصلحها. الحته الوحيده ما بعمل فيها الفاونديشن هي الجوره او الجبهه، لان لونها ما زي باقي لون الوش، فما ممكن اعمل فيها الفاونديشن لانه يبقى في شكل رمادي كده، اللي هو انا ما بحبه خالص. حتى حته الشنب والدقن دي بعمل فيها ببواقي الفرشه زي لو لاحظتوا، يعني ما باخد فيها فاونديشن لانها برضو غامقه، ف ببعد من الجوره وحته الشنب والدقن. الجوره بالذات طبست سالي شغال اعمل في بلندن بعنف، بلند ادمج كويس شديد. اوكي في الرقبة برضو بحاول اعمل في الميك اب ده، صراحة كنت بس كده بستمتع كده برتجي. عملت رسالة الميك اب ده كذا مرة قبل كده. بالنسبة للميك اب يعني مفترض انه يوضح الجمال في الوش، الملامح في الوش، ما يغطيها، ما يغطيها ونقعد نرسم من اول. ده بالنسبه لي ده بحبه. اوكي هسه انا عملت فاونديشن بتاعي فلور مار دايركتو اسمها امبر 12. بستخدم الفاونديشن ده من زمان شديد. سالي بتعمله ككونسيلر فحركتها دي ظريفه شديد. انا ما عندي كونسيلر، سالي ما عندها، انا بستخدمه بخاف منه بسبب بيعمل لون رمادي ما عارفه، فعملناه بس في حته في تحت العين وفي فوق الحواجبين بس، لكن طبعا ما هنعمل في اي حته ثانيه لانه لونه فاتح. دي بودرة اسمها إسنس بيتر وورك تقريبا، بودرة شفافة كده ظريفة، عملت منها بسيط شديد. بالنسبة للحواجبين هي قلم بني، ما بحاول أرسم حاجة بس ماشية مع شكل، يعني بملي الحتات الفراغات بسيط شديد، ناتشورال زي ما بيقولوا. الحتات بداية الحواجبين دي ببعد منها بعد تام، لأن بحس إنه أقل شخطة ممكن تخلي شكل الوش ما ياهو. أوكي دي باليت كده، مهم أي شادو، يا أي شادو بني كويس يتعامل في فوق العين كده، بس بفرشة واسعة، بفرشة كبيرة. ده كريم بلاش، بحب الحاجات الكريمية، الميك أبات الكريمية، لأنها ما بتعمل لي شكل بودروي، ده اللي أنا ما بحبه، تخلي الشكل دوي كده زي ما بقوله، بحب الشكل ده بحسه فريش، مخفف بدي كده اي حاجه بحس انها فورت فيها. دي باليت اي شادو اسمها كايلي اكس او اكس او، جبتها من عفرا قبل فتره طويله، طبعا فيك ما هنا ما اوريجينال. بعمل فيها في الجوره، بحب البرونزنج ده انا بحبه شديد، بعمل في الجوره وفي تحت العظمتين دي، وبعمل في العين برضو وتحت العين. البرونزنج ده بحبه شديد، انا بحب شكل ضربة الشمس ده، يعني بيزيد زيادة كمان. اوكي ده ليكويد هايلايتر جبته من محل اسمه اكسجين في شارع المشتل، نعمل في الحتات اللي انتو شايفينها دي. بحب الهايلايتر الليكويد، البودروي ده ما بحبه، بحس انه كل البلغام في السوق بيكونوا حاجات فيها جليتر كتير، يعني انا ما داري اكون زي الكاش حكون شي جليتر، يعني داري يكون الشكل اللي انتو شايفينه ده. قلم بني استخدم في اي شي بني غامق، اي شي بني هنا في اللوك اللي انا بعمل فيه ده، تحت العين كده اخر العين من فوق تحت، بس بجره كده باللون البني ده، بيوسع العين كده او بيصحصح العين. عملت ماسكرتين لساري، اي ماسكرة حلوة تنفع صراحة، انا ما بركز في الماركات شنو هو الحاجة شنو، يعني حاجة السمحة في السوق يلا بينا تزبط. انا جربت سالي شوية كده لكن بنظبط بعدين. انا برضو بعمل ماسكرة بعنف لاني بحبها انها تكون شديدة كده،
اسهل حاجه تتعامل. ثلاث تخطيط شوية بنفس القلم البني ده، هسه نزل ثلاث تخطيط اساسا طبيعي خشمه مخطط. انا برضه شوية في التخطيط داك اي جلوس. انا عملت هنا جلوس واحد بتاع نيكس لون وبين بفاقة كده، واحد بتاع فلورمار لون وبرتغالي. ما بحب الليبستيكات المات او كده، بحب هذا الجلوس حاليا بس كده. الحركة بتاعت الخشم دي ممكن تتعامل بفازلين وهي قلم بني بس. ازيكم يا جماعة، ان شاء الله يكون عجبكم الميك اب لوك ده مع سالي. سالي رايك شنو فيه؟ حلو شديد، عجبني جدا، و عجبتني العيون، عجب كل حاجة. باقي الصوت نبدأ من الاول. ما لازم طيب يا جماعة، في حاجة انا سالي عملتها قبل كده، انها ده الفاونديشن بتاعي ده بتاع سالي أغمق من بتاعي ما أعرف كم درجة، لكن سالي مرة شفتها عملت الفاونديشن بتاعي ككونسيلر، الحركة دي ظريفة شديد. أنا صراحة ما عندي كونسيلر، ما بستخدم كونسيلر، ما أعرف بخاف منه، لكن الحركة بتاع سالي دي ظريفة يعني اللي عملتها فعملت عليها. الموضوع كله في عمل الميك اب، إنه الحتات الفاتحة في الوش بتعمل فيها حاجات فاتحة، والحتات الغامقة في الوش بتعمل فيها حاجات غامقة. يعني أنا ما ممكن اي فاونديشن من ديل حتى بتاع سالي اعمله في الحته اللي فيها ضربه الشمس دي، اوكي. بالنسبه لي ما في داعي انه الوش كله يكون موحد، يعني احنا بتضربنا الشمس هنا بالذات، اذا الناس اللي عايشين في السودان الشمس ما هم الشمس فما في طريقه. في ناس وشهم كله موحد حلوين شديد، هذه حلوه، والناس اللي وشهم ما موحد برضه حلوين شديد. فانا ما هحاول اني اوحد لون ساري باي فاونديشن حتى بتاعه، ما 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 ايوه هسي ده زي لون ده ما ينفع. فلما يتحط الفاونديشن في الحتات اللون غامق هيبقى شكل الرمادي اللي هو انا بيرسل اللي ما بحب ساري بيحبه. وش هو اللون الرمادي؟ الرمادي ده بيتعامل لما يتعامل حاجه لون غامق في حاجه لون فاتح، هو العكس، حاجه لون فاتح في حاجه لون غامق. ايوه بيتقلب رمادي. يعني استخدم مثلا الفاونديشن بتاعي في وشي كله مثلا بتبقى كان بيظهر هنا رمادي شديد، حتى لو استخدمت بتاعك الغامق اوكي في الحتات الغامقه دي ودي ما بتشبه، فما ينفع. فبنقوم انا بقى، فانا بحب موضوع البرونزنج اللي بيحصل هنا ده بحبه شديد. ضربة الشمس حلوه انا بالنسبه لي، فبظهرها زياده كده باي شادو لونه غامق. في برونزرز طبعا، يعني هسه فانتي بيوتي عاملين برونزرات لكل درجات الالوان في العالم كله، فهيدا غالي شديد مستخدم ابو الرخا. ما كلها ابو الرخا يا سيدي، دمعك ما بتاعك ده، انا فلور ما ابو الرخا شويه ظريف. فبستخدم اي شادو لونه غامق زي ما شفت في الفويس اوفر في الحتات عشان تظهر بس. تابعوني يا جماعة لحاجات أكتر، بيهات ميك اب شعر ما أدري شيرو وكده، ولو عملتوا حاجة برضو وروني لها، ما عارفة توروني لها كيف، وروني لها كيف في الكومنتس أو يراسلوكي تنزلوا عمل الميك اب، تنزلوا عمل الميك اب. اوكي يا جماعه، لو في زول حاول انه يعمل اللوك ده وظبط معاه وعجبه، ممكن تحطوا صوره وتكتبوا هاشتاج هبه الجزيره ميك اب